كشفت مصادر مطلعة أن الاحتلال التركي نقل 11 مختطفا سوريا من سجن في منطقة عفرين المحتلة إلى أحد السجون في الأراضي التركية، وذلك بعد اختطافهم 3 أشهر. جرائم الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له وانتهاكاتهم بحق السوريين لا تؤطرها مساحة ولا تضبطها حدود ولا تراعي أي نوع من المواثيق والقوانين الدولية ولا تعترف بالأعراف والمبادئ الأخلاقية. فمن احتلال مناطق واسعة من الأراضي السورية وتهجير سكانها وتغيير ديموغرافياتها إلى مواصلة كافة أشكال الجرائم والانتهاكات بحق أهاليها من قتل وخطف مقابل الفدية وتعذيب وسطو واستيلاء على الممتلكات. إلى جانب ذلك يستمر الاحتلال التركي بنقل المختطفين السوريين من المناطق المحتلة مثل عفرين ورأس العين سريكاني وتل أبيض جريسبي إلى سجون داخل الأراضي التركية لإجراء محاكمات لهم هناك في خرق واضح لكل القوانين والأعراف الدولية. فقد أفادت مصادر مطلعة من داخل عفرين أن ما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي نقلت 11 مختطفا بينهم 4 نساء من سجن كفر جنة إلى أحد السجون في مدينة أورفا بتركيا عبر معبر الحمام بريف ناحية جنديرس، وذلك بعد أشهر من اختطافهم على أيدي الفصائل الإرهابية بعفرين. وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الاحتلال التركي على مثل تلك الانتهاكات، فقد عمد خلال العام الماضي إلى نقل عدد من المختطفين من سكان المناطق المحتلة بعفرين ورأس العين سريكاني وتل أبيض جريسبي إلى سجون داخل تركيا لمحاكمتهم هناك، ومن بينهم عدة نساء. وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة النقل القسري الجماعي أو الفردي من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أيا كانت دواعيه، وتنص على أنه يمكن اعتبار ذلك من الأركان المؤسسة لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية كما يعرفه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن القاهرة عبد الرحمن فؤاد محامي وعضو اتحاد المحامين الدوليين، أهلا ومرحبا بك سيد عبد الرحمن. يعني ما هو التوصيف القانوني لمثل تلك الجرائم والانتهاكات، نقل معتقلين مختطفين نقلهم قسرا إلى أراضي الدولة المحتلة؟ مساء الخير، أهلا بحضرتك وسعيد جدا أن حضرتك مستضيفني. وللأسف الأخبار يعني ما كانتش أفضل حاجة، ولكن في جميع الأحوال أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. والله الانتهاكات اللي زي ديت أعتبر جرائم حرب من ضمن القانون اللي نص عليه نظام روما، وهي المادة 7 بخصوص جرائم ضد الإنسانية، حيث أن الفقرة الأولى شرحت بإيجاز شديد ببنود على أن البند ت د وه وط بخصوص إبعاد السكان والنقل القسري للسكان والسجن والاختفاء القسري للأشخاص. فالفقرة الثانية من هذه المادة أشرحت وأسهبت في المصطلحات بمعنى إبعاد السكان أو النقل القسري، وهو نقل الأشخاص قسرا من منطقة بيتواجدوا فيها أصلا بطبيعتهم بصفة مشروعة، فيتم طردهم أو أي فعل قسري زي الاختطاف أو من الأفعال المشابهة بذلك دون مبررات يسمح بها القانون الدولي. وبإسقاط ذلك على وقائعنا أو بالأحرى المواقف أو الواقع اللي تم سردها، يبين أن فرضية القانون والمواد اللي تم سالب ذكرها بالفعل قيد التطبيق، ولكن من يجيز أو من يقرر تلك الأحكام المقررة بشأنها على ارتكاب تلك الجرائم هي محكمة الجنايات الدولية، وحيث لها عدة سبل لإثباتها بطبعا كافة طرق الإثبات. وحيث برضو ننتقل للنقطة الثانية، بغض النظر عن الاختفاء القسري أو النقل الجماعي، فالجرائم ضد الإنسانية هي طبعا جرائم ليست مشروعة
بكافة الأعراف والقوانين والنظم القانونية المتاحة، ولكن لو جينا أردنا من الجهة الأخرى إن أنت بتنقل مواطنين من مكانها لمكان آخر بحجة أو بذرية محاكمتهم، فإن إن أصلا المحاكم الخاصة لي غير أصلا جائزة انعقادها ولا ينعقد اختصاصها، لكون إن أنت أمثلت أمامك متهمين بطريقة باطلة. وعندنا في قاعدة فقهية في القانون بتقول حضرت إني ما بني على باطل فهو باطل، وبالتبعية إن إحنا هنا قدام إجراء باطل من أول، فبينتهي إلى أن الانعقاد غير مختص ولا يجوز انعقاده ولا انعقاد باطل، وإن الحكم اللي صادر بشأن المحكمة أو المحكمة اللي صادرت الحكم على المتهمين أو المختطفين هو حكم باطل لأنه بني على إجراءات باطلة، ومن ثم إن لا يجوز تطبيقه على المختطفين. نعم، يعني هذه النقطة الهامة سيد عبد الرحمن، يعني حتى إذا افترضنا أنه وقع الاختصاص، لكن هؤلاء ليسوا مجرد نقل أو ترحيل لأشخاص عاديين، هؤلاء أشخاص كانوا بالأساس مختطفين لدى فصائل إرهابية تمتهن الجرائم المختلفة من قتل وخطف مقابل الفدية وما إلى ذلك، وجرى نقلهم بعد مدة معينة وبعد فشل ابتزاز أهاليهم مثلا إلى تركيا لترحيلهم. يعني ما هي الشرعة التي اعتمدت عليها تركيا في إجراء هكذا محاكمات أو هكذا عمليات نقل؟ هقول لي معليك، هو الذريعة الوحيدة اللي قد يعني يستند إليها إن هي تعتبر إن المختطفين هم من قبيل جرائم حربية، فينعقد الاختصاص ليه؟ إن الجيش أسر مش اختطف، هو أسر، فلما يبقى أسره فيعتبر هو مختطف لديه، فبالنسبة أو مش مختطف ليه، يعتبر أسير لديه، فيعتبر جرائم الحرب ينعقد الاختصاص المكاني للجيش اللي هو أسره اللي هو الجيش التركي، فمن ثم يشرع لهم أو يتذرعوا بشرعية انعقاد المحكمة. نعم سيد عبد الرحمن، يعني بحسب النظام الداخلي أو النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، قالت أن مثل هكذا أمور النقل القسري سواء كان فردي أو جماعي ينطبق عليه التطهير العرقي والإبادة الجماعية. هل يمكن بالطبع استخدام هذا الموضوع لمحاكمة أو تشكيل أو بناء ملفات اتهام بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الاحتلال التركي؟ أكيد بالطبع، ده شيء أساسي وشيء جائز جدا إن إحنا نقدر نحرك الدعوة الجنائية الدولية بخصوص ذلك الأمر، واستنادا خاصة مش كمان على التطهير العرقي، لا النقل الكسري للسكان والسجن وإبعاد سكان عن مناطقهم وجرائم ضد الإنسانية بالشكل العام، فمن ثم إثباتات الوقائع بالشكل السهل. ولكن عمليا تحرك زي ما انت عارف ان المحكمة الجنائية الدولية مهتمة بملف حاليا الأوكراني وعدة ملفات أخرى، فعلى ما رؤيتي طبعا اني بس مجرد ان قضية من القضايا دي او ملف من الملفات دي يتم الانتهاء منه سيتم تحريك الملف ده بشكل عاجل. يعني نعم، يعني هل تتوقع أن تستجيب المحكمة لمثل هكذا ملف خاصة أنه ضد تركيا، أم أن الضغوط والمصالح السياسية ستلعب لعبتها يعني في هذا الإطار؟ لا بالعكس، تطبيق القانون الدولي وخاصة الجنائي الدولي بغض النظر عن التلاعب الاقتصادي والسياسي بيبقى قيد التنفيذ بالشكل الكافي. ولو قرينا أو أفحصنا أو عملنا النظر في تاريخ المحكمة هنكتشف إن في قضايا إحنا قلنا إن استحالة يتم التطبيق والكلام أو إن يتحرك الدعوة، ولكن بالفعل تم الاستجابة وإن المجتمع الدولي تحرك بخطوات إيجابية. قد تكون خطوات إيجابية غير كافية من بعض أو من نظر بعض الناس، ولكن إيجابي بالنسبة لاختصاص المحكمة وانعقادها. نعم سيد عبد الرحمن، يعني ما هي الخطوات القانونية لتحريك مثل هكذا دعوة؟ الدعاوى اللي زي دي بيتم تقديم طلب طبعا بخصوص المحكمة بنقدمها، وبيبقى في انعقاد اختصاص وفحص الأول من لجنة المفوضين، وبعد ذلك بيتم طرحها على لجنة ما قبل المحاكمة
وإثبات الوقائع والتحقيقات، لأن برضو زي ما حضرتك عارف أن القانون وتطبيقه والمحاكمة مش زي ما يعلن أو ما يوجد في العلن، لأن الواقعة لازم تبقى مثبتة حتى لو موثقة تصويريا، ولكن لازم يسمع جميع الأطراف ويسمع بالتبريرات من الجهتين ويتم امتثال الجهتين بالشكل اللائق قانونيا وقضائيا. فالمحاكمة على قدر ما يمكن أن تحقق من عدالة، ولكن لتحقيق العدالة المثلى يجب سماع جميع الأطراف. فالموضوع قد يستغرق شهر أو ما شابه، وممكن يطيل في أن الإجراءات بتاعة التحقيقات وجمع الأدلة والاستدلالات بتاخد مدة زمنية طويلة. نعم، لكن يعني في مناطق مثل المناطق المحتلة شمالي سوريا، يعني تعلم طبيعة التضييق والقبضة الأمنية التي يمارسها الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية. يعني هل من تمام. الممكن أن تتولى جهة دعائية أو محامون القيام بأمور هذه الدعوة، خاصة وأن الضحايا يعني معظمهم ما يزالون ربما قيد الإخفاء القسري أو السجن؟ لا بالعكس، يعني لا، في جهات كتير قد تتولى القضية، وخاصة في محامين دوليين وامتثالهم القانوني لموكليهم أو للجهة اللي بتمتثل أو يمثلوها امتثال قوي. فما أظنش، لأن في قضايا كتير مشابهة سابقة كان يستحال دوريا ان هي تعرض امام المحكمه ويتولى احدهم القيام بالتمثيل، ولكن بالعكس قد تبرع محامون عده تولوا تلك القضايا، وبالفعل صدرت احكام وتم تنفيذها على الشكل العملي والشكل الذي يليق بمجتمع دولي ينعم بعلاقات دوليه قد يكون بها جزاءات وعقابات لمن يخالفها. نعم سيد عبد الرحمن، يعني تحريك هذا كذا دعوة هل يتطلب مثلا يعني جهة دولية حكومية، يعني محامون عن ممثلون لدولة، أم أن بشكل شخصي يمكن رفع هذه الدعاوى أو عن مجموعات؟ ينقسم الأمر إلى اختصاص أو التخصص اللي هيرفع بيه الدعاوى، فينقسم الأمر إلى شقين. لو احنا بنتكلم عن المحكمة الجنائية الدولية، فسنكون أمام جهات اعتبارية عامة حكومية لتحريك الأمر. أما كون أهالي المختطفون أو الأهالي أو سكان المنطقة، فتعرض الأمر على المحاكم، على المحكمة التابعة لهم إقامتها، ودي بترفع بشكل شخصي من تعويضات وأحكام جنائية لارتكاب الجرائم ضد أشخاص، وبيبقى الدعاوى اللي من النوع الأخير تبقى دعاوى شخصية. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه جامعة الدول العربية في هذه القضية مثلا؟ هو ان تمارس سلطاتها وان تمارس اختصاصاتها بحيث ان تحرك الملف وتوجيه خطابات للجهة المحتلة بحيث ان تنذرها وتلفت نظرها لما يرتكبه من اخطاء. اظن ان ده مش حل عملي جذري في الواقع او على ارض التطبيق، ولكن دي سلطات جمعية الدول العربية للاسف، واغلب الكيانات الدولية ملهاش صفة القصر على الدول على قد ما هو احترام التطبيق العملي او تطبيق القواعد، وده ما يفتقره القانون الدولي، لكون كل دولة ذات سيادة فلا كيان قانوني اعتباري يفوق سيادة الدولة. نعم سيد عبد الرحمن فؤاد، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات القيمة. كنت معي من القاهرة محامي وعضو اتحاد المحامين الدوليين.